الباب العشرون وثلاثمائة. باب تحريم قوله شاه شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاه شاه.